المشارك القادم منسق قائمة المستقبل الطلابي بالتطبيقي خالد الملحم فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا وسلموا عليه تسليما. يا جماعة كيف ما فيكم حمية؟ كيف صياح الضحى ما تسمعونه؟ أقسم بالله العظيم يا أبو حمود أنت خلينا عنك ما فينا خير، قسم بالله العظيم وحنا معاك في السجن وبرا السجن ومعاك حتى في ديوانك وبرا واللي تبيه حنا قبلك ما نقدرنا. بسم الأمة عندي خطاب يا صاحب السمو، لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. اليوم يا صاحب السمو تمر بأسوأ اليوم يا صاحب السمو الكويت تمر بأسوأ مراحلها، ولا عندنا اليوم مجال لرفاهية المجاملة. يا صاحب السمو لن نسمح لك باسم الأمة والشعب أن تمارس الحكم الفردي. يا صاحب السمو إن بعض مستشارينك لهم مصالح تجارية وبعضهم في قلوبهم حقد دفين على الشعب والديمقراطية، فلا تجعل سلطاتك وأنت أميرا ممرا لمصالحهم وأحقادهم. يا صاحب السمو اختارك مجلس الأمة وعينك أميرا، ولم يعينك أبوك وليا للعهد، ولم يعينك أخوك وليا للعهد. اختارك الشعب راضيا أميرا للبلاد، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا صاحب السمو التاريخ يسجل، فماذا تريد أن يكتب التاريخ في صفحتك؟ هل تريد أن يكتب في عهد الشيخ صباح الأحمد تم حبس أصحاب الرأي؟ هل تريد أن يكتب في تاريخ تضرب الناس بالمطاعات؟ هل تريد أنه في عهد الشيخ صباح الأحمد نهبت الكويت وأموالها؟ هل تريد أن يكتب التاريخ في عهد صباح الأحمد تم انتهاك حقوق الشعب وتغويض الدستور؟ يا صاحب السمو أنت عقب ما استلمت الإمارة رفعت مخصصاتك من 8 مليون إلى 50 مليون، ما قلنا شيء تقديرا لك، فاحفظ يا سمو الأمير هذا التقدير ليس لنا وإنما للأمة. يا صاحب السمو تعرف شنو مشكلتك طال عمرك؟ إنك للحين تعتقد إنك رئيس مجلس الوزراء واللي عقد رؤوس الحبال يحلها.